هعمل لكم سلطة الفول النابت. مين مننا ما بيحبش الفول النابت؟ وكتير من ولادنا مش عارفينه، وحسيت ان احنا ممكن نضيفه لسلطة يرفع قيمة الغذائية بتاعة السلطة، وفي نفس الوقت نعرفه اكتر لولادنا من بما ان هو من حاجاتنا القديمة الحلوة كده. تعالوا اول حاجة اقول لكم مقادير. اول حاجة انا عندي كوبايتين فول اخضر نابت، عندي معلقة كبيرة لوز محمص، عندي فلفل احمر مشوي، حزمة اوراق بقدونس، شرايح جبنة بارمجان او يعني لو ما لقيتوش بارمجان او ماتشيكو ممكن تستعملوا مكانهم جبنة تشيدر او رومي، عندي معلقتين زيت زيتون، معلقة كبيرة خل عنب احمر، وملح وفلفل. طيب سلطة سهلة وسريعة زي ما قلت لكم. هجيب طبق تقديم اصلا على طول، هنزل فيه الفول والفلفل والبقدونس، وبعدين هننزل على الوش بقيه التتبيله والجبنه. خلينا ننزل اول حاجه الفلفل المشوي، هنزل جنبه الفول النابت، جنبهم ممكن طبعا نقلبها، بس انا فكرت ان احنا نقدمها بشكل لذيذ. عايزة بقى اعمل الدريسنج، هحط الخل بتاعي وزيت الزيتون مع بعض، خلطهم مع بعض شوية، زودوا ملح، فلفل اسود، القوام بتاع الصوص تقل زي لما ضربناه، زيت الزيتون، هنزل بقى الصوص ده فوق السلطة، وبعدين هبشر الجبنة عليه. هزود آخر حاجة على الوش اللوز المتحمص. طبق سلطة سهل وسريع ومختلف، بجد إن شاء الله هيعجبكم.